للمزيد ينضم إلينا من باريس خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك خالد في هذه الجولة الإخبارية. يعني حدثنا أكثر عن طلب وزير الداخلية الفرنسي بتعزيز التواجد الأمني في الشوارع لمواجهة أو احتواء فيروس كورونا. اهلا بيكي زميلتي العزيزه نهى، تحياتي ليكي والزميل العزيز همام ولكل المشاهدين. بالتاكيد فرنسا تعيش ايام صعبه للغايه، ورغم الحديث نهى عن يعني عدم تسجيل اعداد كبيره كالاسبوع الماضي وبدء الانخفاض في اعداد المصابين والداخلين الى المستشفيات بسبب فيروس كورونا فيروس، الا ان كل اعضاء الحكومه وبصفه خاصه وزير الداخليه جيرالد دارمانا اكد اليوم على ان الحكومه الفرنسيه والشرطه الفرنسيه يجب ان ترسل رساله ايجابيه للشعب الفرنسي باهميه التضافر والمساعده لمنع زيادة الأعداد في الدخول إلى المستشفيات، وبصفة خاصة أن هناك اجتماع يوم الغد لمجلس الدفاع الوطني يجمع الرئيس ماكرون برئيس الوزراء جان كاستاكس ووزارة الداخلية والدفاع والعدل والصحة والاقتصاد والتربية والتعليم. تأتي هذه التصريحات لمحاولة يعني ردع بعض المخالفين. من المعروف نهى أن الشرطة الفرنسية مرهقة للغاية بسبب بعض من الإجراءات الاحترازية من جهة وموضوع الإرهاب من جهة أخرى، إلا أن الرئيس يعني وزير الداخلية أكد على أن التواجد يجب أن يكون مفعل، وأن من يخالف سيعرض نفسه للغرامة 135 يورو. إذن رسالة قوية للشرطة الفرنسية بأهمية التواجد في الشارع وأيضا على الطرقات السريعة وعدم التنقل. يحاول من خلاله وزير الدفاع الداخلية عفوا أن يرسل رسالة قوية للمواطن الفرنسي الغير ملتزم بأن الشرطة هنا وأن من سيخالف سيعرض نفسه بالتأكيد للمخالفة. نعم طيب المادية. خالد، يعني إعلان فايزر عن لقاح فعال بنسبة 90%، هذا الإعلان هل من الممكن أن يساعد فرنسا في تخفيف الإجراءات في المستقبل القريب؟ غدا بالتأكيد هناك يعني مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء جان كاستاكس، من المتوقع أن يعلن فيه أخبار سعيدة بالنسبة للفرنسيين بأن الأعداد بدأت تتراجع ولو يعني نوعا ما، ولكن فيما يخص يعني هذا الخبر السعيد الذي حاول الإعلام هنا في فرنسا وجميع الحكومة التحدث عنه بإيجابية، كان قد تحدث وزير الضرائب في فرنسا وقال أن هناك مليار ونصف مليار يورو سيتم تخصيصهم في بداية 2021 يعني لدعم قطاع الصحة بهذا يعني المصل وهذا اللقاح. وبالتأكيد يعني زادت نسبة المتفائلين في فرنسا مما أعطى قوة إلى البورصة هنا، البورصة الأوروبية والبورصة في فرنسا على وجه التحديد. إذن الجميع يأمل الخير، والكثير منهم أكد على أن هذا اللقاح فرنسا ستحصل عليه زيها زي باقي الدول الأوروبية، والجميع يؤكد على أن هذا اللقاح هو مسؤولية يعني مسؤولية بالنسبة للعالم، ويجب عليه أن الدول العالم كلها تستفيد منه، بالرغم من أن هذا اللقاح لن يكون يعني في الأسواق قبل الربيع القادم على حسب وسائل الإعلام الفرنسية هنا. نعم شكرا لك خالد شقير مراسل إكسترا نيوز على انضمام لهذه الجولة الإخبارية.